ديالنا باش يتجه لينا في واحد التعميق البحث ديال واحد النصاب نصاب اصفر في مناسبه ديال العمره ديال رمضان. فاذا به غوت لينا الاخوان باش نخلص واحد 20,000 درهم. شويه كنقول غوت عليه في التليفون ما كيجي ما بقاش بغا يجاوبنا ما كيداش ما كيتكلمش. فاذا به شويه تدخلوا لنا شي وحدين من العناصر ديالو هو عبد الحق فشلي حاليا مع هو دابا قال لك هو المرشد ديالو قوت لينا قال لك ودي الله يجازيكم بخير غتزيدوا واحد 3500 درهم وقع واحد المشكل ديال تبرزت ديال شحال غادي تولي اليوم 20,000 درهم خادها غنزيدوا واحد 3500 درهم 3500 فوق منه ما اذا به شويه قال لك لا هذيك 3500 راه ما كافيهش غتزيدوا لنا 6,000 درهم 120,000 ريال. قلنا سيدي ما كاين مشكل شويه كيتناقض ما بين نص ساعه وثلث ساعه كيتناقض كيزيد 1000 درهم. قلت له الشريف الله يجازيك بخير ما ديرش من قبل الصواب شحال وصلتي دابا هي 8,000 درهم انت واخا 8,000 درهم ما كاين حتى شي مانع انا نعطيك 10,000 درهم انا هذيك 2000 درهم الله يهنيك بها فورفي. قال لك اسيدي ما كاين مشكل. قلت له ولكن خاصنا ندوها لك ندوها البيرو باش نخلصوها حنا في البيرو والنشاط تخليها. هذه كتقول غير كلامك انت ولا الناس بزاف؟ لا هذا عبد الحق هذا عبد الحق المرشد ديالو كيهضر معايا تما قلنا ودي غندخلوا للمطار. سالي دخلت انا والاخ واحد السيد سميتو سي محمد دخلت انا وياه تو عنده الام ديالو دخلنا للمطار كيف الهضره ما كايناش كتقولوا فيها قلت لها باش نقنعوا قلوبنا ومأنوا لك انا هذا الخلاص خلصوا خلصوا احنا المشكل ما يهمناش الفلوس نمشي او كيطلبوا ربي كيعوض فهمتي لا ولكن المشكل النفسيه ديال الوالدين ديالنا مرض نفساني دابا باش غنداويهم بصح فهمتي لا شريف انت دخلتي للمطار دخلتي دخلت للمطار بواحد فرحه بواحد دخلت للمطار وصافي مع الوليدات هذه الام ديالي هذه الام ديالي ودخلنا وداخل وعبرنا الحوايج ملي ولينا من الاوراق قال لك هذه الاوراق ما مصحاش كيفاش؟ قال لك اودي ما صحاش غيصيفطنا لديك البلاصه اللي خطر الخطر خطر احنا قلنا احنا غادي للمدينه عطيتو جوج المنيو عطيت ولدي خلص عليا جوج المنيو خلص عليا ولدي بما في الحانه غادي لسيد مليك صيفط مع الحباب مع الجيران في الحانه جات الحوايج دخلنا عبرنا كل شيء قلت لك ما كاين حتى شي حاجه ما خرجت حتى 9 تاع الليل بقينا بلا فطور حنا باركين تما بلا فطور لا والو نقول 10 ولا شي حاجه وصلنا شباب شربتو نهبطو مشينا عند الناس ميتين عندهم ندقوا عليهم في الليل بيبوا لازم الحوايج غادي ان شاء الله وما عندناش حتى فين نسكن ما عندناش غنمشي والو جاتك الصدمه ياك اشرف مرات ثاني مرات بغيت على بغيت نشرب الماء بغيت نشرب الماء ما سطوش اذا ملي مشيتي للمطار ما كنتيش غير بوحدك لقيتي بزاف ديال الناس بزاف من المغرب من المغرب 100 واحد اللي كاينه عيط ورجاله واش نتي بغيت توصلي دابا انا وصلت جلالة الملك بغا ينصر وقف معانا على هذا النصاب يدير معانا شي حل عليه وانا باقا باغا نمشي واخا نمشي على رجليا كنتمنى نمشي يرد ليا فلوسي باغا نمشي هسي قدر ديك فلوسي باقا باغا نمشي باقا باغا نمشي واش الفلوس ردهم لك ولا مازال؟ ما ردي حتى شي حاجه ما ردي حتى حاجه توصي لها هو عطانا هاد الشكارة بعد عطانا هاد الشكارة يا شكرا عطا لكم ديالي هادي سميت باش غادي باش غادي نعطيو 160,000 ريال عطانا كادو شكارة فيها شدو هاد الباسبور هادا هاهي 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 مقلوبة اسمح لي هاهي هاهي واد حمزية ها الاجراءات الاخرين هذه الفيزا ودرتي التحليله درتي المسائل ديالك كلشي 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 اي حاجه كيطلب اي حاجه اللي كيطلبوها القانون انا نديروها احنا ماشي مشكل انا جلبة تجي جلبة ما عنديش مشكل لا ملح ما سيدي ربي ما عندي حتى حاجه في ذاتي ما عندي حتى شي مرض ما عندي هي ما كتبتش الزياره هذا العام ان شاء الله لا دابا المشكل احنا نشوف ربي شنو ربي تقبل الدعاء ديالنا الحمد لله نطلبوا ربي يتقبل الدعاء للجميع ولكن حنا الدور ديالنا هو هذا العصر ديال العولمه ديال النصابه كنطلبوا بصاحب جلاله الملك محمد السادس اللي كل احترام بكل تقدير هاد الناس المعنيين اللي كيعطيو الترخيص اللي كيعطيو الترخيص لهاد الشركات خاص يكون واحد النداء واحد تحسيس لهم لانه شكون هما واش من الصفه كيهضروا بها هاد الشركات اللي كياخذوا لانه دابا المشكل ماشي انا راه امهات ابوين بزاف حرقت هي العدد تقريبا ديال تقريبا في 300 وفي 400 ديال البشر يعني راه
دابا لا بديت نهضر معك رقم عدد الارقام لكن ديك 300 مضروبه في جوج الملايين 20000 درهم يعني مشات 3 ملايين فاصله شي حاجه واش كتفهمش نقول لك لا لانه شوف الله يجازيكم بخير هادشي لا اله الا الله محمد رسول الله ما غن واحد دخل 80 مليون شادو دابا ها هو واحد دابا نيت في الكوميسيري دابا شاد 80 مليون اللي مدي لي 80 مليون ها هو تو معنا فهمتي لا ها هو الدخل ولكن حنا ما شوف حنا كنطلبوا الاخوان والاخوات الله يرضي بينا وبينهم جميعا نطلبوا ربي الله يجعل مغفرة الذنوب هذا المكان الحمد لله الذي ما اخذ وما اعطى حنا راضيين بحق الهي ما غنمشيو في ان شاء الله والقضاء والقدر خيري وشري نتمنوا كان خير كان خير كان خير ما نعرفوش اي حاجه كان فيها خير الحمد لله ونتمنوا الدعاء لخوتنا وخواتاتنا اللي مريض الله يشافيه وهاد الناس الساكن اللي كان عندهم المراد ديال الحاجه الناس كبار حاليا دابا مراد طلب الله يداوم في الخير جميع امه محمد كامله لانه انا كنهضر معك لا اله الا الله محمد رسول الله ما كناكلش ما كنشربش عم تكرفصني ما كناكل ما كنشرب في بالي عا باغا نمشي فرحانه باغا نمشي وفرحانه ما نقولش لك خليت الدنيا ما فيها خليت بلادي عز الدنيا عليا وسمحت فيهم هي غتموتي تم قلت لي الا كانت طلبه مع الله سبحانه الى قبض الله الروح تما المسامحه